الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، شعب الإيمان، بلغنا إلى ما قاله المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك، قال يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له 3 طوائر فأطعم خادمه طيرا، فلما كان الغد أتاه به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أنهك أن تخبئ شيئا لغد؟ إن الله يأتي برزق كل غد. وفي رواية عن أنس قال: أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 طوائر فأكل طيرا واستخبأ خادمه طيرين، فرد عليه من الغد، فقال رسول الله: ألم أنهك أن ترفعي شيئا لغد؟ إن الله تعالى يأتي برزق كل غد. سبحان الله، رب ارزقنا اليقين رب العالمين. وفي رواية: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلح شيئا فأعناه فقال: لا تيأسا من الرزق، ما تهزهزت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قش، ثم يرزقه الله جل في علاه. عليكم السلام وبركاته. تأخرت يا هناء جدا، الدرس الأول ذهب عنك. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل به حاجة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وإن أنزلها بالله فأوشك الله له بالغنى، إما آجل أو عاجل، بالغنى إما آجل إما أجل، أما أجل عاجل. هنا مسألة عظيمة جدا، وهو حسن اليقين في الله جل في علاه، وأن يعلم بأن رزق الله لا ينقطع، وأن رزق الله يأتي على الإنسان بقدر حاجته، والله جل في علاه عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه جل في علاه، لا يقطع نفسا بغير رزق. فقد قال الله تعالى واعدا بذلك: والله إذا وعد وفى وأوفى، وإذا قال صدق. قال الله تعالى: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فلا يبيت أحدا إلا ورزقه على رأسه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعني يعرشون. سبحان الله. فلذلك الله جل في علاه ما يترك عبدا من عباده إلا وقسم له رزقا، سواء كان هذا الرزق كثيرا وفيرا أم كان على الحاجة، فإنه لا ينقص عن حاجته بحال، لكنه يرزقه، والله جل في علاه كما قلنا عليم الحكيم، يضع شيء في موضع. لذلك قال: ألم أنهك أن تخبئ شيئا لغد؟ إن الله يأتي برزق كل غد. وهذا الذي حدا بالحسن البصري يقول القول الشهيرة التي هي: لو رسمت على القلوب والصدور كانت عونا لكل إنسان، في قوله: علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي، علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي، اطمأن قلبي لهذا الرزق، وأن الله تعالى يعني لا يذهب رزقي الذي قدره لي لغيري، علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري. وأنت ترى يعني قضاء الله جل في علاه بأنه إذا أراد الله تعالى رزقا لعبد وفر له كل الأسباب التي تؤدي به إلى هذا الرزق، وإن لم يكن لو أخذ بكل الأسباب للوصول إليه لن يصل إليه بحال من الأحوال، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. لذلك قال النبي: ألم أنهك أن ترفع شيئا لغد؟ أن الله يأتي برزق كل غد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، اللهم اجعل رزق محمد آل محمد قوتا. وهذا لا ينفي أن تخبئ، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من الفيء يعني يخبئ لأهله طعام عام فقط من باب تحصيل الرزق الذي تطمئن به القلب، وإن لم يكن فالقلب يميل أميل إلى الله جل في علاه وأميل إلى ما في يد الله جل في علاه. وهذا حسن التوكل، أن تكون على ثقة مما في يد الله مما هو في يدك، وأن تكون مستيقنا مما في يد الله جل في علاه على ما في يدك، فإن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وإن الله يضع الشيء في موضعه سبحانه
جل في علاه. وما دام الله جل وعلا قد رزقهم فإنه لا يضيعهم حتى ولو كانوا من أكثر أهل الأرض، فإن الله جل وعلا يرزق البهائم والطير في السماء والحوت في البحار، ويرزق الخلق، ولقد كرمنا بني آدم وأحملناهم في البر والبحر، يرزقهم الله جل في علاه ويعافيهم ويعطيهم، وهذا صبر من الله جل في علاه، كما قال النبي: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه، نعم، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، وهو يرزقهم ويعافيهم. ألم أنهك أن ترفع شيئا غد؟ إن الله تعالى يأتي برزق غد، وهذا كما قلنا لا يتأتى قط إلا بعد أمور، بعد حسن التعرف على الله جل في علاه، بأن الله جل في علاه يملك خزائن السماوات والأرض وبادي خزائن السماوات والأرض. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقول الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فإذا استيقن المرء بأن خزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، والأمر الثاني تعرف على الله برحمته وعلم أن الله جل في علاه يرحمه وأن الله أرحم عليه من أمه ومن نفسه، زاده يقينا بأن الذي في يد الله سيأتيه، ويعلم أيضا بأن الله جل في علاه لا يظلمه، وأن الله جل في علاه لا يخلق خلقه هملا فلا يعطيهم، وأن الله جل في علاه أرحم عليه من أمه ومن نفسه. هنا يستيقن يقينا بأن الرزق سيأتيه، ثم مع ذلك يتعرف على الله بغناه، وأن الله جل في علاه لا يعطي لشيء مقابل ذلك، وأن الله غني عن عباده: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ولقول الله جل في علاه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وكما قال علماؤنا: والغنى وصف له ذاتي والفقر وصف لذاتي. ويستلزم وصف الله يستلزم وصف الله الله جل في علاه بالصمدية أن جميع العباد يصمدون له وهو يقضيهم حوائجهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فيعلم بغنى الله جل في علاه، وأيضا يتعرف على الله بجوده وكرمه، فيعلم أن الله لا يبخل على عباده سبحانه: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة. ولذلك فالله جواد يحب كل جواد كريم. هذا يمتلئ القلب بعد ذلك بحسن الظن بالله واليقين فيه، ومعلومية أن الرزق سيأتي سيأتي ولا يمكن أن يذهب لغيره بحال من الأحوال. وإن كان هناك من الأسباب التي تجعل الرزق يتنامى بركة أو يتنامى كثرة بالطاعة، والمرء قد يحرم بركة الرزق بالذنب يصيبه، لكن الكفاية تأتي يعني حتى ولو كان مذنبا لا ينقطع عنه الرزق، لكن لا يتنامى والبركة تمحق بسبب المعصية، لكن لا تنعدم، لأن الأدلة عندنا محكمة في مسألة الرزق الذي يأتيه. قال: إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه فلا يتوقف. لذلك في الحديث الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تيأس من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما، فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قش، ثم يرزق الله جل في علاه. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على يقين العبد المكلف برزق الله جل في علاه وكفاية الله جل في علاه. مر علينا الأعرابي الذي سمع قول ربنا العلي سبحانه جل في علاه عندما قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق. لما أقسم العربي هو قال: من أغضب الجبار. قال قولا، لذلك ذبح ونحر البدنة وتصدق بها منتظرا لرزق الله جل في علاه يقينا في أن الله تعالى سيخلف عليه، وهذا حق، الخلف موجود. ابن آدم: أنفق عليك يا أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. وكيف يكون الإقلال؟ والله تعالى بيده خزائن السماوات والأرض، ولكنه ينزله بقدر معلوم، لأن الله عليم حكيم، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لعلم وحكمة. كنت أريد أن أطيل في هذا الباب لأنه باب عظيم جدا، باب تربية القلوب، لكن سامحوني الوقت أزف بالنسبة لي وعندي سفر،
يعني الإطارة ستضر بالوقت هنا، ما عندي إلا 10 دقائق حتى أنزل، فسامحوني. لو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة تفضلوا. هذا المستنبطة من حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم، تربية القلب لحسن الظن بالرب، تربية القلب لحسن الظن بالرب. الأصل في نهي التحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الكراهة، والخادم أو الخادمة كأنها التمست من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمر ليس للتحريم لما نهى أن تخبئ شيئا، لا سيما أن النبي قد خبأ لأزواجه عاما. نعم، تعامل باليقين أتاه الفتح المبين، من تعامل باليقين أتاه الفتح المبين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.